من هو الإله الذي تعبده؟ أهلا أحب مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا راح أتكلم عن من هو الإله الحقيقي الإله الذي نعبده أو أعبده راح نتكلم عن مقارنة بين الإله الحقيقي وآلهة الأمم في البداية بحب أقرأ بعض الآيات من سفر أعمال الرسل إصحاح 17 من آية 22، فوقف بولس في وسط آريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثنيون أراكم من كل وجهٍ كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم، وجدت أيضاً مذبحاً مكتوباً عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وانتم تجهلونه هذا انا انادي لكم به الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل امه من الناس يسكنون على كل وجه الارض وحتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذريته فاذ نحن ذريه الله لا ينبغي ان نظن ان اللاهوت شبيه بذهب او فضه او حجر نقش صناعه واختراع انسان فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات يبارك لنا الرب كلمته على ما سمعنا في هذا اليوم من هو الإله الذي تعبده من هو إلهك بولس الرسول كان موجود في الرحلة التبشرية الثانية وكان موجود في منطقة آسيا الصغرى وكان ببشر وبأسس كنايس ويعني بينشر كلمة الله في كل مكان في أعمال 16 منعوا روح الرب يتكلم بالكلمة في آسيا أغلق باب وفتح باب أن يروح على أوروبا وظهرت رؤيا لبولس رجل مكدوني من منطقة مكدونية المقاطعة في اليونان بقول له اعبر الى مقدونيا واعنا ولما تحقق من الرؤية ابحر عن طريق بحر ايجيا ووصل الى نيابوليس اللي هي الميناء الاول في اليونان اليوم المدينه اسمها كافالا من هناك صار في الطريق الاغناطي اللي بيربط روما قديما مع كل المقاطعات الشرقيه بتصل لبيزنطيوم اللي هي اليوم تركيا فشيء طبيعي بهذا الطريق بمر على فيليبي ذهابا إلى تسالونيكي طبعا مارا في أمفيبوليس وأبولونيا ومن تسالونيكي وصل لبرية ومن برية راح لأثينا وكان بينتظر أصدقاء وضاقت روحه من كثر التمثيل والأصنام وكما قال أحدهم في أثينا كان بيوجد أصنام وتمثيل أكثر من عدد السكان نفسه وبعد طبعا خدمته في أثينا راح لكورنتوس كمان كانت مدينة يونانية مشهورة جدا ومن كورنثوس رجع لأفسوس ورجع طبعا للهيد كوارتر لمركز الإرساليات في أنطاكيا سوريا لكن هون بولس بيتكلم عن فن التواصل بولس لما كان يتكلم في مجمع اليهود كان بيتكلم عن الاله اللي بيعرفوه اليهود اللي يعني اللي في عنه نبوات كثيره عن مجيء المسيح وفي ذبائح وفي عهود وفي اشتراع في ناموس في وصايا في فرائض وهكذا كان بيعرف كان بيكلمهم من التوراه من العهد القديم ولكن مع الامم كما فعل بلسترا ودربا دائما بيبتدي حديثه عن الاله الخالق الاله المسيطر الاله الذي له السياده والسلطان المطلق الكامل على حياه البشر الاله المهيمن والحافظ ايضا ولكن منشوف شيء غريب في هذا الحديث شاف مكان طبعا لاله مجهول وهذا الاله المجهول لاحظ بكلامه الرسول بولس بقول وجدت مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فهذا الإله اللي انتوا بتجهلونه أنا رح أتكلم عنه لأنه واضح من كلام بولس إنه شعب أثينا كان متدين بيعبد آلهه كثيرة وكان بيكلم فلاسفة المعاصرة في أيام بولس هي كانت فلسفة الأبيكوريين وفلسفة الرواقيين وهذه الفلاسفة طبعا كل واحد بحاول يقنعها على نفس المستوى الفلسفي بحسب شو بنادو كان في مئات ألاف الآلهة ولكن عاوز يصل أن هذا التدين وهذه الآلهة لا تفيد أي شيء فبيعمل مقارنة مع هذه الالهه مع انه بحسب رساله روميا مكتوب معرفه الله ظاهره فيهم عبدوا المخلوق بدل ما يعبدوا الخالق. فاذا هذا الاله المجهول طبعا في قصص كثيره بحسب الاساطير اليونانيه ولكن خليني اختصر من القصص انه عاده عشان لئلا ينسوا اي اله مش معروف مع انه كان عندهم ادراك في اله قادر اله مش غير مرئي مش قادرين يوصلوا له او يعرفوا عنه هذا الاله بولس عاوز يتكلم عنه اله مجهول بالنسبه لهم ولكنه اله معروف بالنسبه لبولس الرسول ألم يقل عن هذا الاله الذي اعبده من اجدادي، ألم يقل عن هذا الاله الذي اعبده بضمير صالح، فهو بيعرف الاله ولكن عندهم فكرة مجهولة، فكرة غامضة عن من هو هذا الاله. فكانوا يامنوا اليونانيين انه احيانا الالهة تتقمص اجساد البشر وبيتظاهر مثلا لربما يكون فقير وإذا عملوا معاملة سيئة ممكن يعاقب البلد كله وموجودة طبعا في كتابات اليونانيين وأحيانا حتى يرضوا كل الآلهة ما ينسوش أي إله كانوا بيطلقوا الماعز وكل يعني عنزب تصل إلى مثلا مكان معين بيقولوا هذا المكان لاله مجهول فبولس بفن التواصل ببراعه ان اراد ان يوصل المعلومات عن هذا الاله المجهول ان هذا هو الاله الحقيقي وحده بمقارنه مع الالهه الاخرى هذا الاله احبائي المجهول بالنسبه لهم هو الاله الحقيقي الذي خلق العالم وكل ما فيه بينما الالهه الاخرى اثبتت انه ما عندهاش القدره ان تخلق لا يستطيع ان يخلقه شيء ثاني هذا الاله الحقيقي هو رب السماء والارض رب السماء والارض شيء عجيب انه مكتوب عن يسوع رب الارباب رب الحصاد رب السبت رب يعني بكل معنى الكلمه ربا للجميع كما يقول عنه الكتاب المقدس ولا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس هو رب السماء والارض ما فيش اله واسطات تانيه لهذا الاله هذا الاله لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي لانه وين ما بيتفرج كان بولس كان فيها هياكل هيكل اثينا طبعا حاميه اثينا لانه المنطقه وين الاريوس باغوس هي في منطقه تسمى مارس هيل اللي هي يعني تله ارس ارس اللي هو اله الحرب وهناك على هاي التله كان في الاجورا الماركت بليس وكانت تطل على الأكروبليس اللي هي اعلى نقطه في المدينة وفيها هذا المكان أو مركز الاجتماعات والمباحثات والمساءلات والمجادلات وكل فيلسوف بيأتي بتعليم جديد كانوا بيسمعوا له يعني ما عندهن الشغل عمل إلا طول النهار يسمعوا فلاسفة وعلماء فهذا الإله لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي وهذا الإله أيضا لا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء. وهذا الاله مكتوب عنه يعطي الجميع حياه ونفس وكل شيء. ومكتوب ايضا عنه به نحيا ونتحرك ونوجد. وهذا الاله طبعا يفوق كل الاوصاف. بيقول لعلهم يتلمسونه فيجدونه مع ان مع انه عن كل واحد منا ليس بعيدا فاذا هو فائق الاوصاف فوق التصور البشري او فوق التصور العقلي وبعد ما قدم هذه المقارنه عن الاله الحقيقي مقارنه مع الهه اليونانيين فبولس بيصل الى بيت القصيد الى الرساله الرئيسيه فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لاحظ شو بيكمل بقول لأنه لأنه أقام يوما فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل يسوع المسيح قد عينه مقدما للجميع إيمانا شو البرهان؟ إذ أقامه من الأموات قيامة يسوع المسيح من الأموات هي تعطي المصداقية لرسالة وإرسالية يسوع المسيح الكتاب المقدس بيسمي عبادة الأصنام هي عبادة شياطين وبكورنثوس الأولى إصحاح عشرة بقول يذبح للأصنام أنه يذبح للشياطين أو يقدم أضحية لشياطين ويقول الكتاب المقدس ايضا لان كل الهه الامم اصنام اما الرب فقد صنع السماء ايضا في المزامير مكتوب لانك انت يا رب علي على كل الارض علوت جدا على كل الالهه في رساله او في سفر ايوب مكتوب الذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر في مزمور اخر لانه عندك ينبوع الحياه بنوره نرى نور هذا الاله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر كل الكون ممسوك بايده وهو المصدر لكل شيء هو مصدر الحياه وهو مصدر النور يقول الكتاب عن يسوع المسيح فيه كانت الحياه والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه هل أنت بتبحث عن إله موجود مكتوب أو قال يسوع الرب إلهنا رب واحد هاي اللي بيسموها البسملة اليهودية اللي بيسموها شمع شمع إسرائيل أدوني إلهوني أدوناي إخاد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب من كل قلبك من كل نفسك ومن كل قدرتك فإذا الكتاب المقدس بعلمنا أهربوا من عبادة الأوثان أي شيء أي أولوية أمام الرب يعتبر وثن والوثن صنم والصنم هو إله انت عم تعمل اله مجهول لإلك فاذا لا تعبد ربين لا يقدر احد ان يخدم ربين لا يقدر احد ان يخدم سيدين الكتاب مقدس بسم المال اله او محبه المال هو اله هذا الاله المجهول احبائي اليونانيين كانوا بامنوا في الخوارق بوجود كائن يفوق قدرتهم ومعرفتهم بالاله الخالق مشان هيك استدعوا بولس عاوزين يعرفوا يبحثوا يشوفوا مين هذا المجهول اله المجهول اللي عم بفتشوا عنه عم بدوروا عنه ومش عارفينه عاوز طبعا فبولس كالمعتاد ابتدا من الخليقه اي من الاعلان العام عن آه الله وايضا بيتكلم انه هذا الاله عمل شعوب يعني نحن ذريه الله كل البشر اولاد ادم كل البشر اولاد آه نوح كل البشر متساوون ولكن عند الايمان هل تؤمن بالاله الحقيقي وحده ام ترفض هذا الاله فيقول عن الرب انه وبحدود مسكنهم الله اذا بتقرا في سفر التثنيه مثلا في حدود في مسكن في تاسيس لشعوب تاسيس لامم ومش بس تاسيس امم بيتكلم حتى عن هويتهم وعرقهم حتى اماكنهم الجغرافيه وان شاء الله ربنا بيعطينا حلقه عن شعب كنعان او ارض كنعان ليه الرب امر باباده شعوب كنعان فإذا حتى جغرافيا حتى اليوم يعني وين أنت ساكن وين أنت بتعيش في أي بلد في أي منطقة الرب وضعك في هذا المكان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اهلا احبائنا مشاهدينا مره اخرى من هو الاله الذي تعبده من هو الاله الحقيقي اكيد بتوافق ان الله لا يناقض نفسه وان الله عنده طريق مش ممكن يعني يناقض الطريق اللي الله بحطه امام البشر وبتعرفوا انا بجهز في هذا الموضوع حرفيا كتبت عشرات عشرات الآيات اللي تظهر الله من نواحي عديدة طبيعته صفاته من خلال أعماله من خلال قدرته بتشوف يعني كل هذه الصفات أثينا طبعا كانت مدينة إن صح التعبير مدينة الإنسانية لأنه بحسب الأثنيين كل شخص غير يوناني كان يعتبر بربري هاي المدينة هي مدينة حضارية مدينة الثقافة فيها أهم جامعة في العالم ولكن خليني أجيبها من الآخر مدينة الإنسانية الضائعة رغم أن هذه المدينة هي بلد الفلاسفة مركز حضاري بلد العلماء بلد الثقافة ولكن الوثنية استشرت فيها فيها كل أنواع العبادات وكان بولس عاوز يوصل الى مناطق تانية لتوصيل الحق الكتابي فبنى حديثه عن الله الواحد الحقيقي الله الواحد الحقيقي استخدم أمثلة اللي هن بيفهموها واللي هم بيعرفوها أيضا وأخيرا من كل هذا البناء اللي وضعه بولس اراد ان يوصل حقيقه مرفوضه لليونانيين ان هذا الاله إيه قام من بين الاموات الرب يسوع المسيح اقامه الله من الاموات فسخروا من هذه الحديثه يقول الكتاب فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله فاذا جهاله بالنسبه لليونانيين لانه بالنسبه لليونانيين الله مش فاضي الالهه موجوده على جبل أوليمبوس وعندهم يعني قضايا كثير واوقات يعني بيقضوها مع بعض مش فاضي انه واحد ليت انه اله يجي يموت من اجل البشر فطبعا اراد ان يوصل بغض النظر كل الحقائق اللي استعرضها هي حقائق منطقية حقائق عقلانية حتى فلسفيا كان بحارب فلسفتين فلسفة الأبيكوريين وفلسفة الرواقيين وإذا صار في عنا وقت ممكن أشرح شوي عن هذه الفلسفات ولكن عاوز يرس يوصل رسالة وهي كل مكان بدور في ذهن بولس الإله المجهول لألا ينسوا إله فهو بعاوز يوصلهم هذا الإله المجهول اللي أنا رح أتكلم عنه رغم أنه بآمنوا بالخوارق ولكن كانوا بخافوا من البركة والعقاب من هذا الإله المجهول فحكى أنه عشان ترضي الله هو الرجوع عن طريق التوبة لأنه في يوم من الأيام أنت رح توقف أمام هذا الإله راح يدين ورح توقف أمامه فإذا دايما يعني منشوف في العهد القديم أنه في حرب يهوه مع الآلهة الأخرى آلهة المصريين مثلا في الضربات العشر آلهة البابليين مثل بل ونبو بتقرأ في أشعية 46 أنه حتى الحمير اشتكت من الحمل لهذه الأصنام آلهة الفلسطينيين مثل الاله دجون او داجون اللي نصف سمكه اللي سقط على وجهه امام الاله الحقيقي او الهه الكنعانيين والعمونين مثل مولوك ومالكم اللي كانوا بيقدموا اطفال ذبائح لهذه الالهه وعن الهه اليونانيين الرئيسيين العشر او 12 وطبعا مئات الالهه اللي هي ديمي جودز معاهم وهكذا الهه كثيره جدا، الهه البابليين والاشوريين والهه الفرس، الهه اليونان، الهه الرومان اخذوا طبعا عن الهه اليونان وسموها بتسميات اخرى، الهه النبطيين، الهه العرب وهكذا يعني على مر العصور والازمان كان في الهه كثيره ولكن الله بيتكلم إنه الله لم يترك نفسه بلا شاهد، إنه الله دائما كان بيعلن عن ذاته من خلال الخليقة من خلال الضمير كان بيعلن طبعا من خلال الأنبياء من خلال الوحي من خلال الكلمة مكتوب الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به اي بالابن عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدراته هذا الاله الحقيقي اللي انا عاوز اتكلم عنه اخوتي واخواتي. فاذا الاله في المسيحيه هو إله طبعا بيختلف عن كل الآلهة فالكتاب المقدس من بداية سفر التكوين بقدم الله الثالوث القدوس برشيد براء إلهيم إت هشمايم ذي إت في البدء خلق الله إلهيم بصيغة الجمع ولكن خلق براء بصيغة المفرد فبتشوف من اول كلمه في الكتاب المقدس بيعطينا اشاره للثالوث القدوس هذا الثالوث احبائي ليس اله اجرد فنحن نؤمن لا اله الا الله الواحد لا اله الا الله الواحد اي اسم نبي او اي شخصيه بتحطها بجنب الله يعتبر كفر، يعتبر تجديف، يعتبر آلهه اخرى انت عم تعبدها. الكتاب المقدس واضح جدا، قال يسوع: وهذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. العمل الذي اعطيتني اياه قد اكملته، قد اكملته انه المسيح له وجود مع الاب من الازل، ولاحظ ايه خمسه والان ايها الاب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. وقال ايضا في يوحنا 8 قبل ان يكون ابراهيم انا كائن فاذا المسيح هو الذي قال عن نفسه انا هو الالف والياء البدايه والنهايه الاول والاخر الكائن والذي كان الذي ياتي القادر على كل شيء هذه الايات تثبت ان يسوع هو يهوه فلاحظ بالكلام في احباء مسلمين دائما على الفيسبوك، اها هو مرسل هو رسول ان الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، طب ليش ما بتقرا كل الايات اللي بانجيل يوحنا 26 مره انه جاء مرسل من السماء من السماء يعني غير مخلوق ولد من عذراء، ليه ما بتقراوا هذه الايات؟ على كل حال فالكتاب المقدس واضح يعلم ان الله ثالوث قدوس له وجود ذاتي وله عقل وله ايضا روح وهذا ما نؤمن به الله الاب والابن والروح القدس الله الاب له وجود ذاتي الله الابن هو العقل الالهي لوغوس الكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كمل وحيد من الاب مملوءا نعمه وحقا الله لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر والروح القدس هو روح الله القدوس فاذا الله واحد كيان واحد جوهر واحد في ثلاث اقانيم فنحن نؤمن بالوحدانيه الجامعه وليست الوحدانيه المجرده لانه لو امنا بالوحدانيه المجرده فكيف يتعامل الله بالكوميونيكيشن بالتواصل وهل الله ابتدى يتواصل مع ادم او مع يعني الخليقه في فتره زمنيه معينه وان قلنا ان الله محب من كان يحب الله قبل الازل هذه المحبه الالهيه والمعادله الالهيه هو الله الثالوث، فالاب اختارنا فيه قبل تاسيس العالم، طبعا للخلاص. والابن انجز هذا الفداء، مكتوب، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. والروح القدس هو روح الله اللي ختم على هذا الفداء، فاذا نرى الثالوث في الخلق، ونرى الثالوث ايضا في الفداء الكامل هذا الفداء فاذن المسيحيه تقدم الله ثالوث ونراح اواصل بس حابب اعطي فرصه للمتصلين معاي ام احمد اهلا وسهلا ام احمد انت معانا على الهواء ام احمد طيب اوكي راحت المكالمة. عني كويس. ام احمد انت على الهوا؟ أنا سامعة حضرتك بس. آه، آه، أنا سامعك نعم تفضل أم احمد. أه أنت بتتكلم عن الله. نعم إيه بالمسيحية طبعاً. هو إلهك، رايت؟ نعم. أه أنا بالنسبة لي أنا اللي جاية من الظلمة جاية من وادي الموت. أنا أقول لك إلهي اللي أعطاني فرصة الحياة، إلهي اللي أعطاني فرصة أشترك وأتحد معاه. المسيح قال أنا في الآب والآب فيه. أنا أصبحت الآن أنا في المسيح والمسيح فيه. إداني فرصة أشترك معاه وأكون شبهه وعلى صورته. إلهي أنا دايماً بقول إلهي هو الحب. يسوع بالنسبة لي هو الحب. أعطاني الحب، الحب اللي خلى زي ما الظلمة دخلت وأزالت النور ما بقاش سوري زي ما النور دخل وازال الظلمه أه الحب دخل وازال كل الكراهيه لكل الناس اداني مجال احب كل الناس فانا الهي هو اله الحب هو يسوع المسيح امين امين ام احمد شكرا يعني انا يعني هذا انت لخصت كل الكتاب المقدس بكلمه واحده وانا راح اتكلم عنها شكرا كثير ام احمد وربنا ربنا يباركك يعني انا بتكلم عن تميز المسيحيه او يعني كيف نؤمن نحن بالاله الواحد الحقيقي فالكتاب المقدس يقدم ان الله ثالوث قدوس شيء ثاني الرب اعلن عن نفسه ان الله محبه وعلى فكره هذا لا تراه في اي كتابات اخرى. الله بحب هذه طبيعه الله، طبيعه الله محبه. فاذا طالما انه طبيعه الله محبه فيريد ان ينقذ ويريد ان يخلص ويريد ان يضحي. هذه المحبه هي محبه ازليه منذ وجود الله طبيعه الله لا تتغير، فطبيعته المحبه. مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا أو كما قال الرسول يوحنا في إصحاح ثلاثة في يوحنا الأولى ثلاثة واحد أنظروا أي محبة أعطانا الاب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه مجهول بالنسبه لهم طبعا بيتكلم ضد بضع الغنصيه التي تنكر لاهوت المسيح وان المسيح جاء في الجسد فالكتاب المقدس يقدم الله ثالوث قدوس في الخلق والفداء الله محبه وهذه المحبه غير محدوده محبه غير مشروطه محبه ازليه محبه ابديه وتراءى لي الرب من بعيد ومحبه ابديه احببتك من اجل ذلك ادمت لك الرحمه، احبنا اولا احبنا فضلا احبنا حتى المنتهى يعني الرب يسوع تكلم عن هذه المحبه ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه لاجل احبائه ثم يقول الكتاب المقدس الله روح يعني مش مادي مش مادي طبعا بحارب الفلسفات المعاصره الله روح وكما قال المرآة السامريه الله روح والذين يسجدون له ينبغي يعني ان يسجدوا له بالروح اي بالروح القدس مش بالحرف والحق الحق هو ضد كل ما هو باطل فاذا انت بتعبد وبتسجد لله بالروح القدس وبتسجد لله من خلال كلمة الله الكاملة الكتاب المقدس لأن السامريين ما كانوا شيء بكل الكتاب المقدس كانوا بآمنوا فقط بتوراة موسى فما في عبادة بدون كلمة الله وما في عبادة بدون الروح القدس فالله روح ما فيك تحدده في مكان أو في زمان على طول أنا عارف شو اللي بدور في ذهنك طب كيف بتقوله إنه الله بيتجسد الله اخذ جسد يعني مغلف في الجسد ولكن اللاهوت غير محدود هو مالئ السماء والارض ولما تكلم مع نيقوديموس تكلم عن ابن الانسان الذي هو في السماء ومع انه نزل من السماء وهو في السماء مع انه عم بيتكلم مع نيقوديموس وهو الذي قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمه هذا كلام الرب يسوع هل قال انا هو الله؟ طبعا قال لما بقول هاي العبارة شو رأيك لما بقول تخيل أكم اجتماع في العالم مئات الملايين للاجتماعات وكل اجتماع مكتوب إنه هو موجود في الوسط فلا تحد أي مسافات روح القدوس مش محدود الله روح ضد كل ما هو مادي بحسب الفلسفة القديمة ثم الله نور أحبائي الله نور ولكن غير محدود الله نور احبائي لانه هذا النور سوف يستمر في الابديه وقال الله ليكن نور خلق في اليوم الرابع الشمس والقمر ولكن عندما نكون مع الله في الابديه لراح يكون شمس ولراح يكون في كواكب فالله يقول اكون لهم نورا ابديا في نور ابدي هذا النور احبائي اللي بيفضح كل الالهه الغريبه كل مملكه الظلمه اللي بيكشفها وبيفضحها وهذا النور احبائي هو نور الخلاص ارسلك اليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور ومن سلطان الشيطان الى الله كي ينالوا بالايمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين فاذا الله ثالوث في المسيحيه الله محبه، هاي المسيحيه بتتميز فيها يعني. الله روح الله نور الله المخلص والفادي. الله هو المخلص والفادي. هذه الكلمات قيلت عن يهوه في العهد القديم ولا سيما بالتحديد بسفر اشعياء النبي وقال انا هو المخلص وليس اخر. مكتوب عن يسوع وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص يدعى اسمه يسوع لانه يخلص فالمسيح لم ياتي لينشر ديانه لم ياتي ليقدم تعاليم او فرائض او طقوس او نواميس ما يتميز فيه المسيح والمسيحيه أنه المخلص والفادي وهذه من أسماء وصفات الله فهو المخلص الذي يخلص من الخطية والذي يفدي فهو الفادي أي اشترانا من العبودية واقتنانا بدفع ثمن فأصبحنا ملك الرب هنا تفيد الفك والتحرير حررنا من القيود حررنا من العبودية ولكن في شيء أكثر من حريه الفداء لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يقول في غلاطي أربعة أربعة وخمسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا ارسل لاحظ الكلام ارسل الله ابنه اللي كان في السماء الذي ياتي من فوق وفوق الجميع الكيفيه مولودا في بيت لحم، مولودا من القديسه مريم العذراء، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني وهذه هي العقيده المسيحيه الرئيسيه الرسميه التي يحاربها الشيطان وهي التبني شو التبني مكتوب واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه لا خلفيتك ولا من زرع رجل ولا من دم ولا من حسب ولا من نسب ولا من اي وسيله او طريقه اخرى بل الذين ولدوا من روح الله يعني الله يسكن فيه هذه يسموها الولاده الروحيه من فوق فاذا لما بتتم هذه الولاده احنا اصبحنا ابناء بالتبني، الرب تبنانا ولكن لا تنتهي القصه هنا، الرب حررنا لنكون ابناء ومش بس ابناء يعني صار النا الشرعيه الكامله صار النا الامتياز الكامل صار إلنا السلطان الكامل أننا أصبحنا أولاد الرب التبني إذ نصرخ يا أبا الآب إذا ليس بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح وإنت الإنسان بيورث حتما بعد الموت أليس من أسماء الله عند الإسلام الوارث فإذا نتخيل انه احنا اصبحنا ورثه الموعد واصبحنا اولاد الرب بالتبني ولهذا السبب المسيح هو المخلص والمسيح هو الفادي وهذه العقيده لا تجدها في اي تعليم اخر ولا في اي ديانه مشان هيك الشيطان بحاربها ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل اهلا احبائنا من هو الاله الذي تعبده من هو الاله الحقيقي قبل ما اواصل راح في مكالمه من الاخت اناس اخت اناس اهلا وسهلا انت معانا على الهواء اخت اناس انت معانا على الهواء الو اهلا اهلا اخت اناس تفضلي <تصفح> انت معانا على الهواء ايوه يا شيش تمام تمام نشكر رب اهلين اناس تفضلي اهلا بك الرب صالح امين معلش انا مش سامعه خالص <تصفح> اه احنا بنتكلم عن الاله الحقيقي الذي من هو الاله الذي تعبده من هو الاله آه. الحقيقي بالنسبه لك اخت اناس اه انت عارف ان ده يعني ان ده فكرة مهم جدا وسؤال مهم جدا بيطرق في ذهن ناس كتير هل هو هذا الاله سيد ولا اب ولا هو زي ما انتوا بتقولوا يا صديق اللي عايز اقوله ان الله حسن فاذا كان الحسن فعلا الله حسن حقيقي فاذا كان الحسن ده انا ممكن اجري واستخبى فيه فالله حسن في قوته وحسن في عارف في عارف احتوائه للانسان فهذا هو الاله اللي انا اعبده مش اله ارفع ايديا يا اما اتسمعت يا اما ما اتسمعتش عارف ساعات كده الناس تقول ايه انا بحس ان انا وانا بصلي زي ما أكون صلاتي يدوبك لحد السيلنج كده وبترجع تاني دي دي مش صلاه حقيقيه لان دي مش عشره حقيقيه عارف العشره الحقيقيه اللي مع الرب الحقيقي زي ما بكلمك دلوقتي لو في اختلال في الصوت او انا مش سامعه ده علشان الشبكه بتاعتي انا هي اللي مش لاقطه مش عشان انت ما بتتكلمش لا مسموع واضح اخت موضوح صوتك واضح الو اه انت معانا على الهوا صوتك واضح انا انا سامعك فاللي عايزه ان الاله الحقيقي هو اله يشعر واشعر باحتياجاتي وانا لا ازيد شيء البتة لا عبادتي تزيد شيء البتة ولا قلة عبادتي لي تنقص من جلاله شيء بالعكس <applause> الاحتياج عندي في انا في نصي انا انا اللي محتاج مش هو اللي محتاجني لكن امتنان الله علينا لان هو ده الاله الحقيقي ومن نبع محبته هو ده اللي مخليه صب جدا ليا مني امين اخت إناس ربنا يباركك وشكرا كثير على المداخله خليني اكرر مره ثانيه انه المسيحيه بتتميز انه الاله اله المسيحيه او اله الكتاب المقدس هو الاله الحقيقي هو يقدم هذا الاله ثالوث قدوس اعلن عن ذاته كثالوث الله محبه الله روح الله نور الله المخلص والفادي وأيضا الله آب يعني المسيح بيوضح لنا أن هاي المحبة محبة الآب لأولاده وأن هذا الإله أيضا هو إله شخصي قريب مش بعيد هو إله شخصي جدا يعني بولس لما تكلم مع الفلاسفة عرف عن هذا الإله الخالق المهيمن الحافظ المسيطر هون بينقد تعليم فلسفة الأبيكوريين أن المادة تنادي أن المادة أزلية لذلك ليس لها خالق وبنفس الوقت نقد تعليم الرواقيين لأنه كانوا بيأمنوا بوحدة الوجود أي الله والمادة شيء واحد اعتبروا أن الله هو جزء من كل شيء ولا يمكن بالتالي انه قد خلق نفسه كان تعليم بولس مستند على الكتاب المقدس من دم واحد كلنا متساوون فاذا الابيكوريه كانت الغايه الرئيسيه منها هو تجنب الالم كانوا ماديين يعني لم ينكر وجود الله ولكن كان يؤمن ان الله لا يتدخل في شؤون الناس اما الفلسفه الرواقيه بتنادي في مبدا ضبط النفس، يعني الابيكوريه تجنب الالم. الرواقيه على النقيض لا في ضبط نفس لانه غايه الحياه الوصول الى نقطه اللامبالاه بالسعاده كليا والالم يعني تختبر الالم. ببساطه الفلسفه الابيكوريه هو البحث عن السعاده، عن عن اللذه مثل فلسفه الهيدنزم الرواقيين على النقيض يعني يضعون الفكر فوق الاحساس فوق المشاعر والعيش بتناغم وتناسق مع الطبيعه مع العقل فكانوا بينادوا انك لازم تكبح الرغبه من المتعه كانوا في غايه التادب على فكره كانوا ناس كويسين بولس درس هاي الفلسفات وكان بيعرفها وبيعلمها او كان يعلمها جيدا الابيكوري تجنب الالم ماديين الابيكوريين من الابيكور الفيلسوف علم ان الملذات والمتع الحيه وليس السعي وراء المعرفه هي الهدف الرئيسي للحياه الرواقيين الحكمه تكمن في التحرر من العواطف، عدم التأثر بالفرح أو الحزن، في الخضوع لا إرادي للقوانين الطبيعية. خلي بالك إنه بولس كان بكلم الأمميين ما عندهم مش خلفية عن تعليم العهد القديم. آه رح آخذ آه كمان مكالمة، مين معي؟ آه أهلا وسهلا أخ كريم من المغرب، تفضل أخ كريم. سلام ونعمه. سلام ونعمه المسيح معاك يا أخ كريم، تفضل حبيبي. الله اشكرك أه أه على البرنامج اللي نور فكان النور وزاد ظلام الاسلام. أه بخصوص موضوع الحلقه، انه هو اله اله هو الرب من المحبه. أه الكتاب المقدس عن محبه الله التي من خلال يسوع إيه المسيح. الله يحبنا لانه محب حسب انجيل يوحنا أه أخ كريم الوداع إذا وأنا أخ كريم صوتك صوت صوت عم بيقطع صوت دين المسيحية وطرد الكتاب من قناة الحياة يعني والانضمام إلى الكنائس من دين الشيطان اخ كريم شكرا جزيلا يا اخ كريم عاوز اقول انه وصلت الرساله لانه الصوت كمان مش واضح انا بعتذر يا اخ كريم ربنا يباركك حبيبي شكرا جزيلا يعني اللي انا قراته من سفر اعمال الرسل هو مش بس انه بجادل رواقيين او ابكريين ورواقيين هو عم بقدم حقائق الحقيقه الاولى وجود الله الله له وجود الحقيقة الثانية أنه هذا الإله الموجود كانوا بيجهلوه ما كانوش بيعرفوه وابتدأ من الخليقة حتى يوصل أنه هذا الإله مش رح يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي بحضروا طعام وهدايا إلى آخره وأنه هذا الإله هو مصدر الحياة والنفس وكل شيء أنه هذا الإله كريم سخي معطاء اغدق عطايا على الناس، مثل ما بيتكلم ل يعني في اسيا الصغرى في منطقة برية بيعطي مطر وبيعطي خير وبيعطي اثمار بيقدم كل شيء. وهو خالقنا يعني خلقنا في المحيط اللي احنا منعيش فيه. وهذا الاله بقول عنه نحن ذريته صنعنا كلنا من دم واحد فحتما انه هذا الاله العظيم له مخطط انه يكون له علاقه وشركه مع الانسان وان هاي الشركه من خلال يسوع المسيح قادهم الى معرفه الله الحقيقي وان هاي المعرفه خلال عمل المسيح بموته على الصليب وقيامته ان اله حي اله مصدر الحياه ولكن حتى نوصل مكتوب لازم انتوب يتكلم عن ضرورة التوبة فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل كانوا بيجهلوا هذا الزمن راح ولا ففي خلاص بيسوع فما تضوعش الفرصة وبتكلم عن هذا الإله المسيح سوف يرجع كالديان ليدين لأنه حي تعرف حبائي في كتير ناس مشكلتها انه ما زالوا بيتبعوا اله مجهول ومش عارفين مين بيتبعوا في كتير ناس عايشة في السجن التدين يعني اصبح الدين مخدر للضمائر مش عم بيقدر يفكر مش عم بيقدر يأخذ قرارات فالديانات احبائي كلها بتدور حول الشرائع والطقوس والفرائض بس المسيحيه غير بتقدم المسيحيه انه بتتمحور حول شخص هذا الشخص هو الرب يسوع الحي المقام من بين الاموات مازال يعمل له القدره ان يغير وان يغفر الخطايا وان يطهر وان يبرر وان يحرر وان يعطي الحياه الابديه وضمان الحياه الابديه في الحاضر وان يعطيك وبيكتب اسمك في سفر الحياه لانه صنع الفداء العظيم هو المصدر هو الوحيد القادر انه يعمل الله يسمو على الكل له طبعا وجود ذاتي الله مش بيحب بس اللي بحبوه واللي بيطيعوه لا الله بحبك بغض النظر بغض النظر شو ضعفك شو خطيتك الله لا يريد ان يهلك الناس مكتوب الشيطان الارهابي قد جاء لكي يقتل ويذبح ويهلك قال يسوع اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل جاء يغفر الخطايا جاء يشفي المرضى جاء يبرئ بلادنا جاء يحررنا من الضربات الشيطانيه هو غير محدود كامل وجود ازلي احبائي قدوس هو رب الخليقه هو المخلص والفادي ايضا جاء ليحررنا من التدين من مظاهر التدين الغ... الخارجي. عاوز يحررنا يقول انه هذا نفس الاله الخالق هو خلقنا وهو فدانا من خلال يسوع المسيح. المسيحيه بتقدم النعمه، الخلاص المجاني الغير مستحق ولكنه احبنا هذا الاله هو اله ابراهيم اسحاق ويعقوب اله كل واحد يؤمن فيه هو اله وابو ربنا يسوع المسيح كما يقول عنه الكتاب المقدس هو الاله الحقيقي فمن هو الهك اليوم في كثير ناس الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم اغلب الديانات هي هرطقه لان النتيجه تجميع النساء تجميع الاموال اعلان القوه والاحتلال والحرب هذه ليست ديانه المسيح ليس طبعا سلوك المسيح لا تقدر ان تخدم سيدين ان المسيحيه تتمحور حول شخص حي مؤسسه على حقائق تاريخيه واعلان الله في الكتاب المقدس المسيحيه تقدم الخلاص وعد بالخلاص والحياه الابديه وضمانها في الحاضر حياه جديده وضمان اكيد المسيحيه هي الديانه الوحيده التي تعلم ان الخلاص هو عطيه مجانيه بنعمه الله يعني ما فيش اي دخل للانسان فيها مصدرها الهي استحاله بعيد المنال بالبر الذاتي اعلنت ان هذا الاله محبه وان هذا الاله يريد ان يخلصك إنه يريد أن يأتي إلى حياتك لأنه مخلص شخصي أصلي من كل قلب تقول يا رب افتح عيني حتى أكتشف اعلن لي أنك أنت الإله الحقيقي وحدك بصلي أن الرب يعلن ويبارك ويفتح عينيك وذهنك وقلبك الرب يباركك